بارك الله في الشباب اللي راه يعاون فينا وراه يسمع لنا في جلود الاضاحي لهذه السنه سنه 2012 بمناسبه عيد الاضحى المبارك الكريم الذي صادف هذا السنه يوم الجمعه. في هذا اليوم المبارك قد ارتفعت الشؤون الدينيه والاوقاف في ولايه الاغواط ان تجمع جلود الاضاحي بفائده زواج الشباب الفقير. ربي يوفقهم لهذه العمليه الخيريه والمبادره الحسنه الطيبه. ولا ننسى أن نشكر الذين ساهموا في هذه الجلود وجاءوا بها هنا المسجد. ربي يجعلها لهم في ميزان الحسنات وربي يتقبلها منهم وربي يجعل إن شاء الله عيد سعيد على الأمة الجزائرية والأمة الإسلامية عموما والشباب اللي راهم يعاونوا فينا وراهم يساهموا فينا هذا الأبطال. الله يحفظهم وربي إن شاء الله يكون في عونهم. اللهم يعين. وإذا كان استنى هذه نكتة وإذا كان فضلت الدرام رانا نزيد نزوجه. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك.